إطلاق نار في مدرسة ثانوية في جورجيا يخلف العديد من الضحايا والمشتبه به قيد الاحتجاز. وقع حادث إطلاق نار مأساوي في مدرسة ثانوية في أباليتشي في وايندر جورجيا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين. يعتقد أن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 14 عاما، وهو حاليا قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وقع الحادث صباح الأربعاء، مما دفع مسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الطوارئ الطبية إلى الاستجابة السريعة. هرعت السلطات إلى مكان الحادث عند تلقي تقارير عن إطلاق نار نشط في حوالي الساعة 10:23 صباحا، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار والظروف الدقيقة المحيطة بالحادث قيد التحقيق. أرسل هذا الحدث المدمر موجات صدمة عبر المجتمع ولفت انتباه الشخصيات الوطنية، بما في ذلك الرئيس جو بايدن الذي عرب عن تعازيه ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة العنف المسلح في البلاد. أتمنى لكم السلامة جميعا. لا تنسوا مشاركة هذا الخبر مع الأهل والأصدقاء، ولا تنسوا الاشتراك بقناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي.